شهر فريضة من صام رمضان جوزية في الجنان مقاما. صباحك تمام. اليوم هيك كمان الجو ما في، هلا ما في شوب كثير، ان شاء الله يكون هيك الطقس مستمر مشان يخفف حده الصيام. اكيد صباح الخير لكل المشاهدين اللي انضموا لنا بمشوارنا الصباحي لليوم. عم نطلع عليكم من مقهى كافيه المكتب ضمن ساعه ونص من الوقت مع ضيوف من مجالات مختلفة واختصاصات اكيد بتهمنا وبتهمكم. رمضان كريم مشاهدينا، ان شاء الله باقي ايام رمضان تمرق هيك بسلام، وان شاء الله يا رب هيك يكون صيامكم مقبول. اكيد رح جدد التحيه على سمر. يسعد صباحك سمر. يسعد صباحك عن جديد، اكيد كثير منيحه بوجودك كمان. اكيد يسعد صباح كل مين عم يتابعنا نهار جديد، بتمنى يحمل معه كل الخير والسعاده والطاقه الايجابيه والصحه والسلامه. نحن بشهر رمضان الكريم بتمنى يكون شهر لتحقيق الامنيات. ابقوا برفقتنا بعد الفاصل. لرمضان نكهة وأجواء خاصة بدمشق، حيث تكتسب معالم الشهر الفضيل بعدا روحيا وإنسانيا يتجلى في الكثير من التفاصيل الدمشقية. زميلتنا نور الإبراهيم نوجه لها تحية، تجولت برفقة الكاميرا الإخبارية السورية ورصدت فعاليات سوق رمضان الخيري الذي تقيمه وزارة الأوقاف بالتعاون مع محافظة دمشق وغرفتي الصناعة والتجارة في دمشق وريفها في مدينة المعارض أكيد في دمشق. خلونا نتابع سوا. أسعار حلوة كتير ومقبولة، وبشهر رمضان يعني الحمد لله وفرت على العالم كتير، ونتمنى أنه دائما هالمبادرات تصير مو بس شهر رمضان وكمان بغير شهر رمضان. كلها المواد كلها رخيصة. هلا هون المربى البندورة 11600، هون حوالي 10.5، يعني من هون 2000، من هون 3، من هون 5، والله اللي عنده علب توفي معه يعني. والله يعطيكم العافية والله يزيهم الخير اللي سعوا بهالشغلة كلها. مشاركين بمهرجان رمضان الخيري، أول شيء بس مشان نخلي العالم تجي تشتري بأسعار أقل من السوق قدر الإمكان. طبعا العروض اللي نحن عاملينها هون انه هي تخفيض على سعر التكلفه تقريبا شيء 20%. الهدف من مشاركتنا ضمن هذا المهرجان الخيري هو اول شيء لنوصل منتجنا طبعا بسعر يتناسب مع المستهلك نسبه مع اسعار السوق اللي هي صار فيها تفاوت.
طبعا المستهلك عم يلاقي في فرق كتير كبير هون بالاسعار من خلال جناحنا طبعا والشركات المشاركه. هلا بالنسبه للاقبال عم يكون كتير كبير، يعني العالم يوم عن يوم عم تتزايد. اول شيء هو السبب الرئيسي اللي هو فعلا في مصداقيه بالاسعار، عم تلاقي العالم انه عم يخبروا بعض من ناحيه الاسعار، عم يكون العالم عم تجي تاخذ كثير. الاسعار فاجاتني، اسعار نسبيا لبرا كثير ممتازه، فاستمتعت اول شيء بالتسوق واخذت الاغراض اللي بدي اياهم. اللي بتحبي عصير قمر الدين؟ اكيد سمار قمر الدين وغيره من المشروبات الرمضانيه اكيد لها فوائد، ولكن قليل منها لانه فيها سكر. طبعا المشمش هو منقوع مشمش بيكون، فكتير فوائده للبشره ظريفه. العديد من الفوائد. خلينا نتعرف اكثر، قد يكون عصير قمر الدين مشروبك الرمضاني المفضل، فهو عباره عن عجينه المشمش المجفف والغني بالعديد من العناصر الغذائيه الضروريه. فوائد عديدة لقمر الدين نتعرف عليها في المادة التالية. قمر الدين هو عبارة عن الفواكه المجففة من المشمش وتشتهر بها بلاد الشام. يصنع قمر الدين عن طريق عصر المشمش الطازج ومن ثم إضافة كمية من السكر وغليها على النار، ليتم بعد ذلك تجفيفه ويقطع على شكل طبقات. فوائد قمر الدين: يحتوي على الكثير من المعادن كالبوتاسيوم والكالسيوم والحديد والصوديوم والفيتامينات المختلفة، ويساعد في علاج الكثير من الأمراض كالإسهال والإمساك ومشاكل المعدة، كما أنه مفيد في علاج مرض فقر الدم، وذلك لغناه بالحديد الذي يحتاج إليه مريض فقر الدم. مشروب بينوجد بكثرة على موائد رمضان، وممكن بكاسة صغيرة نقدر نختصر الكثير من المشكلات الصحية. تبقوا بخير. محطتنا رمضانية سمر بعد هالتقرير رح نروح فيها لنحكي أكيد عن التغذية. يمكن كتار خلال شهر رمضان المبارك بيتعرضوا لخسارة بالوزن نتيجة الصيام، يمكن لفترات طويلة، أو مثل ما بيقولوا له أحيانا صيام بيشبه الصيام المتقطع ولكن هو دفعة واحدة حيكون. بعض الآخر بالعكس عم يكسب وزن زائد. سؤال: كيف فينا نحافظ على وزن صحي؟ يعني أكيد لازم نتبع قواعد غذائية، كل هالتفاصيل رح تخبرنا عنها وتجاوبنا عن أسئلتها اختصاصية التغذية أريج درويش. يسعد صباحك أريج، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم. أهلا وسهلا. يسعد صباحك أريج وأهلا وسهلا فيكي. في البداية مثل ما تابعنا التقرير عن عصير قمر الدين، خلينا نحكي عن فوائده عن أضراره، شو رأيك فيه؟ هلا هو من أهم المشروبات الرمضانية اللي تقريبا بتنوجد مثل ما قلتوا على كل موائد رمضان. هلا إحنا في عنا كثير من أنواع المشروبات الرمضانية، منا التمر الهندي، منا قمر الدين، منا الكركديه اللي ما كثير نحن بنستعمله، بس كنا نحكي شوي عن قمر الدين. كميه السكر فيه شوي عاليه، بيحتوي على كميه من الفيتامينات ومن المعادن نوعا ما منيحه، بس لما بناخذه يوميا وبكميات كبيره فنحن هون بنكون عم ندخل كميات عاليه من السكر، فهذا الشيء بخلينا نحن نكسب وزن باخر شهر رمضان. يعني نحن عم نقول انه كل يوم كاسه بمعدل 30 كاسه بالشهر، فهني نوعا ما كثيره، فيفضل انه ما ناخذه يوميا، ممكن 3 مرات ل4 مرات بالاسبوع. افضل المشروبات اللي ممكن نحن اول شيء تخفف لنا العطش خلال اوقات الصيام وتمدنا بكميه منيحه من الفيتامينات والمعادن هي الكركديه، جدا مفيده جدا ضروريه ولازم تكون موجوده بشكل يومي على وجبات رمضان.
نعم، يعني أريج ذكرتي نقطة كتير مهمة، هي الاعتدال أيضا بشرب عصائر رمضان، وخاصة يعني كتير عم نشوف عالم أنه على وقت الفطور بدها تبلش لازم بكاسة مي وتمر، عم تبلش بكاسة جلاب أو منقوع، فقديش كمان لازم يديروا بالهم من هالقصة؟ مثل ما ذكرنا بالمقدمة، في منهم عم يخسروا وزن وفي منهم عم يزيدوا وزن، هل هذا الشيء يسبب زيادة وزن؟ أكيد، كثير بلاحظ هي القصة، حتى مو ما بيكتفوا بكاسة، أحيانا بيشربوا كاستين أو ثلاث كاسات من الجلاب قبل حتى ما يبلشوا بوجبة الأكل. تمام. هلا هذا الشيء حيأثر سلبا بكثير قصص، القصة الأولى أول شيء إنه نحن بنكون عم ناخذ كمية كثير عالية من السكر، فهذا الشيء حيخلينا نجوع أكثر، نحن بنعرف إنه كل ما ارتفع كمية السكر حيزداد إفراز الأنسولين، وبالتالي حيصير في عنا جوع لفترات أطول، فنحن الكمية اللي رح ناخذها من الوجبة الغذائية أو الوجبة الرئيسية لازم ناخذها حتكون خفيفه، فبعد فتره ملاحظ انه نحن حيصير في عنا جوع اكثر. نعم. هلا هون بدنا نركز نحن بوجبه الافطار، بدها تكون بتراتبيه معينه. اول شيء المفروض نحن نبلش اكيد بكاسه مي مع حبه او حبتين تمر، كمان ما ناخذ 7 أو 8 حبات تمر، لانه بنكون نحن عم ناخذ كميه سكر كمان كثير عاليه، وعم نخفف من الوجبه الرئيسيه اللي ضروريه جدا. المرحله الثانيه المفروض تحتوي على الشوربات، طبعا لما بدنا نختار الشوربات نحاول نبتعد شوي عن الشوربات اللي بتحتوي على الكريمات مثل شميل او الحليب بكميات عاليه، لانه كمان هي فيها كميه دسم عاليه، بالاضافه لانه حتخلينا نعطش اكثر. نحاول نركز اكثر على المشروبات اللي بتحتوي على الخضار او البقوليات، يعني مثل شوربه العدس كثير مفيده وكثير صحيه خلال شهر رمضان. واكيد السلطه اللي بدها تكون كمان موجوده، نحاول ننوع قد ما فينا، مو كل يوم ناكل نفس نوع السلطه لحتى نقدر ناخذ نحن كميه الفيتامينات اللي لازمتنا. ولما بنوصل للوجبه الرئيسيه اغلب الاوقات هي بتكون مكونة من نشويات وبروتينات، فنحن إذا بدنا نحاول نخسر وزن خلال شهر رمضان المفروض أنه نبلش بالبروتين أول، يعني إذا كان في جاج أو لحمة أو نوع من البقوليات نحاول ناكله هو أول شيء، بعدين النشويات إن كانت بطاطا أو رز، فنحن هون بنشبع أسرع وبنخفف كمية النشويات اللي نحن بناخدها. أريج كثير بنسمع بشهر رمضان المبارك سيدات مثلا بيشتكوا، أنا كثير مثلا إما جسمي عمل بلوك أو أنا زاد وزني خلال شهر رمضان المبارك، بالمقابل في عنا سيدات عم بينحفوا بشكل كتير كبير بشهر رمضان، خلينا نحكي شو السبب بهذا الموضوع؟ هلا اول شيء نحكي عن ثبات الوزن، الاشخاص اللي بيعانوا من ثبات الوزن، طبعا ثبات الوزن مشكله بيعانوا منها كثير من الاشخاص بشهر رمضان او حتى خارج شهر رمضان، جسمه بيعمل بلوك وما عاد بنخسر وزن، اسبابه كثيره، اهم هي الاسباب انه ممكن يكون في عندنا نحن اسباب وراثيه، اذا كان في عندنا كميه دهون كثير عاليه كل ما كثرت كميه الدهون كل ما كان حرق الدهون اصعب. الفكره الثانيه انه قله السوائل كثير بنعاني منها، كثير اشخاص بيتبعوا حميات وبيعملوا انظمه غذائيه وبيلعبوا رياضه وبنلاقي نزول وزنهم اذا ما كان بالحد الطبيعي اقل بيكون. فهي المشكله غالبا بتكون بكميه السوائل اللي عم ناخذها، لانه نحن اطراح الدهون عن طريق تنفس تعرق تبول، فاذا نحن اساسا في عندنا نقص بالسوائل ونقص بترطيب الجسم فجسمنا ما رح يقدر يتعامل مع تصريف هي الدهون بنسبه صحيحه. نعم. فبنلاحظ انه بصير في عندنا بطء بنزول الوزن. كمان في عنا اسباب احيانا بتكون هرمونيه مثل مبايض او خلل بافراز الغده الدرقيه. نعم. فنحن اذا عندنا مشكله بهدول القصص لازم اول شيء نعالج بعدين نشتغل كتغذيه. اما الاشخاص اللي بيخسروا وزن بكميات كثير عاليه فنحن هون غالبا بيكون في عندهم كتله عضليه كثير قويه او كثير نسبتها عاليه، نحن الكتله العضليه هي المسؤوله عن الحرق بالجسم طبعا، فكثير حتى الرياضيين احيانا تلاقيه هو قاعد عم يعرق، عم جسمه عم يحرق لانه فيه كتله عضليه عاليه، فهون كمان بدنا نشتغل شوي على نوعيه الاكل، بدنا نكتر من كميه البروتين شوي. في عندنا فكره كثير مهمه، الدهن بيحرق دهن، نحن دائما بنخاف من الدهن انه هو بيسبب لنا زياده بالوزن، بس لما بنكون عم ناخذ دهون صحيه يعني زيت زيتون، المكسرات، الافوكادو يلي بيحتوي على دهون صحيحه، بالعكس بنكون نحن عم نزيد افراز هرمون الشبع، لانه هرمون الشبع اللي هو الليبتين بينفرز من الغدد الدهنيه الموجوده بالجسم، بس ما بينفرز اذا ما كان في اساسا دهن بالجسم، بس هون بدنا ننتبه لطبيعه الدهن اللي عم ناخذها لازم تكون صحيه لحتى نقدر نحن نستفيد منها صح، ما نتجه للاكل الجاهز والاشياء المقليه. نعم. يمكن أريج هلا جاوبتي على كثير اسئله، بيقولوا الافوكادو بيسمن، المكسرات بتسمن، اكيد لا باعتدال. تماما. مثل ما بنعرف شهر رمضان هو غير انه هو فرصه للانسان يتقرب من رب العالمين، أكيد. وايضا هو فرصه لينظف الشخص جسمه من الشوائب من الاكل الغير منتظم، بالضبط. يعني شهر رمضان كثير اشخاص بتنتظره لتنظم اكله ومواعيد اكله، قد ايه لازم يستفيدوا من هذا الشيء؟ طبعا ضمن تعليمات معينه مثل ما ذكرنا ببدايه حديثك اريج. العصير
تماما. هلا نحن لازم قبل ما يبلش شهر رمضان بعشر ايام لاسبوع نبلش شوي نعدل بنظامنا الغذائي حتى ما يصير في عنا تعب كتير لما منبلش بالصيام. طبعا مثل ما ذكرتي بالمقدمة انه هو بيشبه الصيام المتقطع، هو تماما هيك. هلا احنا عم بيكون في عنا فترة الصيام طويلة تقريبا عم بتكون احيانا 16 ساعة تمام. هذا الشيء كتير مهم. هلا احنا بفترة الصيام المتقطع احنا مسموح بهي الفترة انه نشرب سوائل، بس طبعا مي او زهورات او اشياء ما بتحتوي على السكر، بينما بشهر رمضان حتكون عنا فرصة انه نحن نقطع حتى هي المشروبات. هذا الشيء اول شيء بيساعد على تنظيم افراز هرمونات الجسم بنسبة كتير عالية، بيساعد على ضبط الانسولين بالجسم. هلا احنا في عنا هرمونات بتتعارض بشكل عكسي بالافراز، لما بيكون في عنا نحن خلال فترات الصيام الانسولين عم ينفرز بكمية ثابتة. هذا الشيء اذا نحن قدرنا ننظم اكلنا بطريقة صحيحة بوجبة الافطار او خلال فترة الافطار، هذا الشيء بخلينا نحن نضل محافظين عليه حتى بعد ما بنخلص من شهر رمضان الكريم، بنضل نحن عنا تنظيم صحيح. فنحن الاشخاص احيانا اللي متعودين على خمس وجبات او ست وجبات بالنهار، مفروض قبل شهر رمضان باسبوع تقريبا يبلشوا يخففوا هاي الوجبات لثلاث وجبات لحتى يقدروا يخففوا من التعب اللي ممكن يحسوا فيه. وفي عنا شغله كثير مهمه على وجبه السحور، وجبه السحور جدا ضروريه ومهمه. هون بدنا نحكي عن موضوع عن جد كثير مهم، كثير من السيدات او الاشخاص اللي حابين يعملوا دايت خلال تمام. شهر رمضان المبارك او ينزل وزنهم بشكل معقول، يعني بدهم ينحفوا 2 او 3 كيلو خلال هذا الشهر، بيقولوا بيقطعوا السحور. خلينا نحكي عن موضوع السحور، او بالسحور بيشربوا لبن بالاضافه للتمر. خلينا نحكي عن هذا الموضوع ونصائح اكيد لكل حدا عم يتابعنا اليوم. وجبه السحور كثير ضروريه حتى الاشخاص اللي بدها تنزل وزنها، بالعكس هي اهم من وجبه الافطار بتكون، لانه وجبه السحور اذا اخذناها بشكل منتظم بشكل متناسب هي اللي حتقدر تخلينا نحافظ على صيامنا خلال فتره الصيام. ففي عنا شويه تعليمات نلتزم فيها. اول شيء على وجبه السحور ما لازم يكون في عنا كميه عاليه من الدهون، يعني مو اذا بقيان شيء من الافطار او رز او شيء ناكله على وجبه السحور. وجبه السحور هي مشابهه لوجبه الفطور بالايام العاديه تمام. يعني بتكون تحتوي على بروتين مثل البيض، الحليب، الجبنه، اللبنه، اللبن احيانا، لبن مع شوفان. عادي الواحد ياكل خبز؟ اكيد ناكل خبز بالكميه المقبوله، هي شيء كثير مفيد. الشغله الثانيه اللي بدنا نركز عليها كثير هي كميه السوائل. في كثير من الاشخاص تاخذ كميه كثير عاليه من السوائل على وجبه السحور، بتفكر انه هي تماما او حتطول، يعني ما حتعطش خلال فتره الصيام. هلا هذا الشيء مو صح، لانه الكليه هي بتصرف بس نص لتر خلال الساعه. فنحن اذا عم نشرب لترين مثلا على وجبه السحور حنعاني من هي القصه انه جسمنا ما حيقدر ياخده بالشكل الصح، فحيصير يتخلص منه بسرعه. فنحن مفروض انه ناخذ نص لتر على وجبه السحور، ما نتجاوز هي الكميه. والفكره الثانيه بدنا نركز على الاغذيه اللي بتحتوي على البوتاسيوم، لانه البوتاسيوم بخفف لنا العطش خلال فتره الصيام. الاغذيه اللي بتحتوي على البوتاسيوم مثل الموز، المشمش، بيحتوي على نسبه عاليه كثير من البوتاسيوم. المكسرات بشكل عام، الاغذيه اللي بتحتوي على الاوميجا 3 كمان بتخفف من كميه العطش اللي ممكن نحتاجها. فوجبه السحور ضروريه حتى عند الاشخاص اللي بدهم ينزلوا وزنهم. نعم، يعني مع هالمعلومات القيمه أريج، للاسف وقتنا خلص، حنكون معك بمعلومات ثانيه طبعا الايام لسه جايه، وايضا كنا بدنا نحكي اكثر عن موضوع الغذاء اللي هو اساس الانسان. بدنا نتشكر وجودك معنا وشكرا للمعلومات اللي قدمتيها. اهلا وسهلا. شكرا لك أريج، شكرا لمعلوماتك القيمه، وبشوفك بحلقات قادمه. هلا يا صالح، حنحكي عن عشقها للفرات وشغفها دفعها لتقديم كتبها عادية لأبناء مدينتها. حكاية الدكتورة انتصار مشهور التي أغنت مع أبناء مدينتها مكتبة المركز الثقافي في دير الزور. تفاصيل الحكاية مع مراسلنا إبراهيم الضلالي. عشقها للفرات وشغفها بالقراءة والمطالعة دفعها لتقديم كتبها هدية لأبناء مدينتها. الدكتورة انتصار مشهور، إحدى سيدات دير الزور، آثرت أن تبقى كتبها حكرا على مكتبتها، فتبرعت بها كاملة لمكتبة المركز الثقافي العربي بدير الزور ليزداد غنى المكتبة. هناك تعاون مع المجتمع المحلي، آخر هذا التعاون هو مبادرة قدمتها الدكتورة انتصار مشهور ابنة محافظة دير الزور، وهي تبرع بمجموعة من الكتب المنوعة سياسية واقتصادية واجتماعية تبلغ تقريبا 550 عنوان كهدية
لمكتبة المركز الثقافي بدير الزور. طبعا نحن نشكر هذه المبادرة وهذه المساهمة من قبل الدكتورة انتصار على دعم هذه المكتبة. طبعا مكتبة المركز الثقافي كانت من المكتبات المتميزة، كانت تضم تقريبا 50,000 عنوان، ولكن بفعل المجموعات الإرهابية المسلحة قامت بحرق هذه المكتبة. نحن حاليا أعدنا هذه المكتبة، أصبح لدينا تقريبا 1550 عنوان في هذه المكتبة. في مجموعة كبيرة من الكتب، كتب علمية، سياسية، اقتصاد سياسي، طبعا تخصصي أنا كجغرافية، في مجموعة كبيرة من الكتب ومتنوعة من مختلف أنواع وفروع الجغرافيا، حتى أي شخص مثلا يستفيد من الكتب هاي ويستفيد من كباحث علمي، كباحث دارس يستفيد منها بأي فرع من الفروع. مكتبة المركز الثقافي بدير الزور تعرضت للتخريب والنهب من قبل العصابات الإرهابية، وفقدت آلاف الكتب والمخطوطات القيمة، ولكن أبناء الفرات ومنهم هذه السيدة لم يتوانوا ولو للحظة عن إعادة ترميم المكتبة وتزويدها بكل ما تحتاج إليه انطلاقاً من حبهم للقراءة ونشر المعرفة. دائما للطفل ثمر مساحة خاصة بنخصصها نحن ضمن فقرات صباحنا غير. اليوم بمساحتنا المخصصة للأطفال رح نسلط الضوء على كيفية استثمار الوقت بفترات نخلصوا فحص، خلصوا مدرسة، وحتى بأوقات الصيف والفراغ. أكيد كل هالأسئلة وحتجاوبنا عنها الاستشارية الاجتماعية ضيفتنا الدائمة رندا علي ديب. صباح الخير رندا، أهلا وسهلا. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك رندا وأهلا وسهلا فيك. مثل ما حكينا أنه الأطفال بهالوقت يعني هن ضايعين بين المدرسة بين البيت، أنه شو ممكن الأطفال يعملوا، كيف ممكن نحن ننظم لهم وقتهم يعني بهذا الشيء العكسي اللي عم بيصير معهم، يعني فجأة بيلتزموا بالمدرسة فجأة بيرجعوا للبيت لعند أهلهم، كيف نحن ممكن نستثمر الوقت بشكل صح برأيك؟ هلا المشكله الاكبر اللي عم بتكون هي مثل ما ذكرتي انه ما عم بيكون في انتظام بالروتين اللي كل الاطفال بيكون هن واهلهم متعودين عليه، اللي هي الفئه الصبح يروحوا لدوام معين، ياخذوا معلومات معينه، يمارسوا نشاطات معينه، يتعرفوا بجو اجتماعي معين على رفقاتهم، على حدا من نفس عمرهم، ويردوا يرجعوا الظهر يكفوا روتين بحل واجب، ممكن نشاط خارجي معين او لا، يبقوا بالبيت بشيء معين. هذا التنظيم اللي عم بيصير بحكم الظروف، بحكم التغييرات اللي دائما نحن عم نتعرض لها، كيف انا فيني كيف طفلي عليها وكيف انا اتكيف معه فيها؟ دائما نحن الجانب الاهم اللي الاهل دائما نحن بنشوفه انه انا داوم هذا الاسبوع فهو تعلم جزء معلومات معينه اكاديميا ولا مهارات معينه، بالفتره اللاحقه اللي لازم يكفي فيها صار انقطاع معين، رجع فهو صار هي فجوه بين فتره ما كان عم بيتعلم شيء صار فجوه ما عاد يتعلم، رجع كفى ما صار اي ترميم لهي الفجوه التعليميه اللي صارت. كيف انا فيني استغل وقتي؟ كيف فيني انا كأم اقدر نظم اموري باقل تكلفه معينه باقل جهد؟ اغلب الامهات بتقول انه كيف بيتعلم معكم بس انا ما بيرد علي، ما بيقبل يقعد معي. لهيك انا ما بركز على بهي فتره الانقطاع، ما بركز على الورقه والقلم، بركز على الانشطه المنزليه اللي هي متوافره بشكل كثير كبير على على النت، على بيسيرش بسيط ممكن الام تقدر تاخذ نشاط يخدم الهدف التعليمي اللي هي بدها اياه بطريقه كثير ممتعه، بطريقه تقدر تشغل طفلها بوقت كثير معقول ووقت كبير، وحيكون مهم بنفس الوقت هو تسليه وهو حيكون تعليمي ومفيد. يعني انا بضمن لها انه تسكر نسبه 70% من هذا الفاقد او من هذا الخلل اللي عم بيصير بالتعليم. تماما، يعني رندا يمكن نقاط كثير مهمه نحن عم نسلط الضوء عليها، هي بالنهايه تعود لراحه الاهالي والامهات. يعني مثل ما بنعرف خلينا في اطفال شوي بيعذبوا اهلهم
بانه باوقات الفراغ ما في شيء، يعني بس بيحركوا بدون فائده، ويمكن الاهل بيعانوا من فرط هذا النشاط بلا انجاز اي شيء. قديش الاسلوب مهم باقناع الطفل او بترغيبه، سواء بالرسم او سواء بالموسيقى، لو كان في موهبه، بس قديش التشجيع والتحفيز هو عنصر هام للطفل؟ انا دائما بقول لهم انه في فتره الاولى من عمر الطفل يمكن ما تظهر موهبته او يمكن ما يظهر ميوله بشكل واضح، لهيك انا بحط دائما بقول لهم افتحي له كل الابواب، زدتي قدامه كل المهارات وخليه يجرب كل شيء ليتميز بشيء، وهو يصير هو بيصير انتقائي، بيقدر يعرف شو بده وبشو بيقدر يبدع وينجز. نحن مثل ما ذكرنا لما قلت لك انا انه دائما بيشتكوا الامهات انه طفلهم بيرد عليهم، للاسف بفتره الانقطاع عم بيكون نفس تعلق الطفل بوالدته عم بيكون نفسه بتعلق الام بابنها، فعم تكون هي ما لها قدرانه تعطيه هي الحدود او هي القوانين البسيطه لحتى تخليه يكون في هذا الحدود او هذا اللي يقدر هو ينتظم معه باي شيء هي بدها اياه لتطوره. وبنفس الوقت هو عم بيكون في تعلق انه دائما نحن بنقولها بالعامي انه بيكون اخذ وش على اهله او على امه، لهيك فهو هذا اللي هو الحد كثير بسيط وكثير رفيع بين ما انا اكون حازمه، ما اكون انا صاحبه قرار ثابته عليه كأم، ما بين انا اكون عم دلل ابني خطا وبطريقه عم بخليه بالعكس هو اللي يتحكم بمجريات النهار او بمجريات الوقت، ومن هون بيصير عندي انا هذا سوء التنظيم بالوقت. بيقدر الطفل دائما يحتال على اهله كيف يعمل الاشياء اللي بتخليه ما يكون ملتزم، هيك هي فيها مثل ما ذكرتي عن طريق رسم، عن طريق موهبة معينة، عن طريق قصة معينة تقدر تجذبه، بتعمله مجارات وقيادة، بتروح معه بالفكرة اللي هو بيحبها أو النشاط اللي هو بيحبه، لا تقدر تسحبه لعندها بالمعلومة أو المادة العلمية اللي هي بدها تخليه يكتسبها. رندا خلينا نحكي كيف ممكن ننظم الوقت بشكل صح. هلأ بهالوقت وبشهر رمضان الكريم تلاقي كمان في عنا أهالي عم بياخذوا أولادهم كل المشاوير وعم يجمعوهم مع رفقاتهم، عم ياخذوهم مولات وكثير أماكن، هالي تانين بنفس الوقت حطوا أولادهم خلص بالبيت وما عادوا طالعوهم، خافوا من الكورونا، بالإضافة إنه شهر رمضان الكريم هن بتكون نفسيتهم ما متحملة حالها، يعني ما متحملين بعض، عصبيين كذا، مضغوطين نفسياً، يعني دوبهم يفطروا ويقعدوا خلص بالبيت. خلينا نحكي شو هو الصح، كيف التنظيم الصحيح للوقت برأيك؟ أنا بقول لهم النقطة الأساسية خصوصي بشهر رمضان هي فترة النوم. عن جد بالصدق إنه فترة لا النوم ولا ما حيقدر الطفل يفوت ينام وهو سمعان الضوجة برا وسمعان إنه في لسه يوم تاني عم يبدأ بعد ما هو يفوت، لا مستحيل ما حيقدر. لهيك أنا بقول لهم لازم يكون في طقوس ثابتة بوقت معين، خصوصي إذا العمر بكير، إنه هلا كلنا حنفوت ننام، بس لينام هن بيقدروا يقوموا بيقدروا يكفوا كل نشاطهم، يفصلوا. نحن حكينا قبل بمرة انه لازم نحن نفصل روتيننا بهذا الشهر عن روتين طفلنا، ما لازم متى ما انتظم نومه بس بيصير كل شيء منتظم، فاقته بتصير منتظمة، خصوصي نحن بتقلك طب انا نيمته بكير فهو فاق بكير وانا لسه تعبانة بدي نام شوي او انا ما بدي فيق بكير. صح 100%، مشان هيك عم يخلوا اولادهم يسهروا معهم لأذان الصبح يعني. تماما، فهذا كثير خطأ. نحن بغض النظر عن كيف بدي نام وكيف بدي فيه كأهل ولا كأطفال، في عندك فكرة أنه الطفل مرحلة نموه الكاملة عم بتكون بفترة النوم، عم بيقضي نهاره لأنه في ساعة بيولوجية هو حيفيق بكير ولو ما كان نايم بكير، حيفيق بكير حيكون مزاجه معكر، نفس صحيح. الوقت الأم حيكون مزاجها كمان ماله معتدل بحكم أنه هي عندها ضغوطات وعندها عمل، فلهيك تنظيم النوم هي الخطوة الأساسية بطريقة كل بيت له طريقته وله جوه وله طقوسه، نحاول قد ما فينا نوازن الموضوع. نعم، يعني رندا نصائح أخيرة حابة توجهيها للكل، ويمكن النوم أساسي يعني سبب معاناة الأهل مع الأطفال، هن سببها، يعني هن بيسهرون بيسهروا معهم وآخر شيء بيقولوا عم يعذبني بالنوم وقت تجي أوقات المدرسة، يعني بيعودوهم على نمط
وبيغيروا لهم النمط. ضمن هالنصائح يا ريت بس انه تنظيم ايضا مثل ما قلتي اوقات النوم هن لازم ينظموا لهم اياها. تماما. هلا في فكره نحن بنستخدمها بتكون في عندنا شغل مثلا باوقات متفرقه انه معلي انا بحافظ على نومه الظهر للطفل ولو كنت انا مثلا مضطر اخلي يسهر شوي بالليل او يفيق بكير، فانا بحافظ له على فتره نومه الظهر، بحافظ على غذاء معين بالفتره المسائيه ما يكون فيه كالوري كثير، يكون كثير نشيط فيه يخليه يسهر ساعات زياده، دائما حطه بنشاطات بتهدي مثل ما حكيتي والرسم مثل ما حكيتوا، اذا انا مثل ما حكينا بنعمل سيرش ممكن نجيب تمارين انتباه تركيز، هي كلها بتهيئ ليكون الشخص الطفل اكاديمي بطريقه متميزه بالمراحل اللاحقه. أكيد رندا، شكرا لك، شكرا لوجودك معنا ولمعلوماتك القيمة. شكرا لكم. شكرا لك. سالي وإلى نصيحتنا الطبية الرمضانية لليوم مع الدكتور فادي الحارث الاختصاصي بالجراحة العصبية ضمن الفقرة من أعداد زميلتنا رزان سليمان. خلونا نتابع التقرير التالي. صباح الخير ورمضان كريم. نحن نحكي اليوم عن أهم المشاكل اللي ممكن يعاني منها الصائم بشهر رمضان الكريم، واللي هي التعصيب أثناء الصيام. هلا معروف برمضان أنه هو شهر المحبة والتسامح والرواء مع الإنسان بحد ذاته، بس بنلاحظ أنه ببعض الأحيان بتصير الموضوع عكسي، بتلاقي الصائم عم يقول لك أنا معصب بدون الصيام. إذا ما نحكي شو أهم أسباب حدوث التعصيب ووجع الرأس والصداع بشهر رمضان، هي صراحة الصيام بحد ذاته ما له علاقة بالموضوع، الموضوع له علاقة بعادات خاطئة أو عادات سيئة بيتبعها المريض أو الصائم قبل شهر رمضان، وهي تناول الكافيين والتدخين، يعني مدخن والقهوة. بيجي على شهر رمضان بيصير انقطاع مفاجئ لموضوع القهوة والتدخين، بيصير معه فترات من التعصيب. صراحة هذا الموضوع بده فترة لحتى يصير تنازل السحب، نحن بنسميه انه انسحبت المادتين من الجسم. فالافضل لان هذا بيحتاج احيانا 10 ايام لحتى الصائم ياخذ على الوضع الجديد. فاذا بدنا نحن نبلش شهر رمضان نحن رايقين بدون تعصيب بدون صداعات بدون مشاكل، فالافضل ان نحن نبلش من قبل شهر رمضان نحضر نفسنا لهذا الشيء. فالناس اللي بيتناولوا قهوة كتير ومدخنين يفضل انه قبل الشهر الكريم يبلشوا يخففوا هاي العادات شوي شوي عشان ما يصير في انقطاع مفاجئ للسير للكافيين والتدخين فيه. مساحتنا هلأ رح نبدأ فيها مع العمل الإنساني يا سمر. يعني مثل ما بنعرف العمل الإنساني هو عمل نبيل، لا أكيد هدول العمل كان بعيون شباب سوري ولا يسلطوا الضوء على الحالات الإبداعية ورعاية هذه الحالات. أكيد شهدت النور أكيد بشهر أيلول عام 2020 تحت مسمى مؤسسة مبدعون من أجل وطن، وكان لها عدة محطات رح نضوي عليها أكثر. أكيد بصرنا نرحب بضيفنا الدائم الدكتور بهجت حكروش رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبدعون من أجل الوطن. رمضان كريم دكتور، أهلا وسهلا. نورتنا. رمضان كريم، يسعد صباحك. أهلا وسهلا. يسعد صباحكم. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. خلينا نحكي عن مؤسسة مبدعون من أجل وطن، خلينا نحكي شو هي فكرتها، يعني أنت شو كيف بلشت فيها من قبل أيلول 2020، خلينا نحكي كيف إجت وخطرت ببالك الفكرة وشو هي أهداف المؤسسة؟ لا شك مؤسسة مبدعون من أجل وطن هي عبارة عن حصيلة ليالي طويلة وسهر طويل بالتفكير فيما يتعلق بالشباب السوري. طبعا لاحظنا خلال فترة الأزمة ظهور الكثير من الطاقات الشبابية الرائعة والحالات الإبداعية والمبادرات القوية جدا والكبيرة جدا والواسعة. للأسف كنت لاحظ أنه تبدأ هذه الطاقات بالإضمحلال فترة بعد فترة لعدم وجود من يرعى هذه الحالات.
لذلك كان لابد من التفكير في قيام مؤسسة ترعى الحالات الإبداعية. طبعا بعيدا عن حالة الدولة هي الحاضن الكامل، لكن الدولة دائما هي عندها مسؤوليات أكبر، وخاصة في مرحلة الأزمات، فكان لابد من المجتمع الأهلي أن يكون في واجهة هذه الحالة، وأن يساعد الدولة والحكومة في رعاية الشباب السوري المبدع اللي عنده إمكانيات، عنده طاقات، عنده أفكار، عنده مشاريع إبداعية، وهو يحتاج إلى من يتلقفه ويحتاج إلى من يرعاه، وبالتالي يأخذ بيده إلى سوق العمل وإلى أرض المجتمع. نعم، يعني دكتور حكيت نقاط كتير مهمة جوهرية، يعني دائما نحن منشوف مؤسسة شبابية، ولكن نحن بدنا نطلع أهداف هيدا المؤسسة، ويمكن هدول الأهداف الحلوة اللي حكيت عنها هي سبب استمرار، يعني نحن دائما نسعى للاستمرارية، يعني إن شاء الله من 2020 يعني لهلأ إن شاء الله يا رب بتستمروا أكثر وأكثر. يعني دائما يمكن في محطات مرقتوا فيها ظروف طارئة أيضا خارج عنكم مرقتوا فيها، كيف قدرتوا كشباب هيك يعني حبكم لهالمؤسسة قدرتوا تستمروا لهذا الوقت، يعني كيف تجاوزتوا هدول الصعوبات؟ نعم. لا شك في البداية هو اختيار الأشخاص والشخصيات الموجودة الأكاديمية والخبرات العالية أن تتواجد ضمن صفوف وكوادر المؤسسة، هذا عنصر أساسي من نجاح أي عمل ممكن تقومي فيه، لما بيكون في عندك كوادر في منتهى الأكاديمية في منتهى الخبرة، هذا الشيء ساعد كثير في تخطي الكثير من المطبات الموجودة. صح. وخاصة أن احنا نشأنا في ظروف قاسية جدا وسيئة جدا، ابتداء من كورونا والحجر والانكماش المجتمعي نوعا ما، إضافة للظروف السياسية اللي عم تمر فيها البلد بكل تفاصيلها، بالأزمة، بالهجوم على لقمة العيش على المواطن، كل هذه الأمور عندما تخرجي بهذه الفكرة وأن تستمري وأن تثبتي نفسك خلال فترة قصيرة، نعم، فهو الحمد لله دليل على نجاح الكوادر اللي موجودة ضمن المؤسسة. صحيح. اللي قدرت تعطي ما هو مطلوب منها، وهي إيمانة بهذه الفكرة، إيمانة في أن يكون لها دور فاعل في المجتمع السوري ورعاية الأفراد السوريين أو الشخصيات أو المشاريع الإبداعية اللي موجودة، هو كان وراء استمرارية هذه المؤسسة رغم كل المطبات الموجودة. أكيد. خلال حديثك دكتور عم يمروا بعض الصور لكثير من النشاطات والاتفاقيات اللي قمتوا فيها، خلينا نحكي دكتور اليوم على أرض الواقع شو عملتوا إنجازات؟ طبعا هناك شقين، شق العملي والشق التأسيسي. طبعا نحن الظروف اللي موجودة فيها حاولنا نستثمرها إيجابيا وليس سلبيا، في أنه نحن نعمل أساسات لهذه المؤسسة من خلال الارتباط ومن خلال قيام بعدة اتفاقيات مع جهات رسمية في الحكومة والدولة، حتى نقدر نعمل شيء للمستقبل. يعني دائما لما نبني قصر ممكن نبني مباشرة على الأرض وبيكون جميل جدا، لكن بأي هزة ممكن يوقع، لكن إذا كنا حاطين أساسات صح يمكن بتكلفنا أكثر، تأخذ وقت معنا أكثر، لكن يبقى هذا البنيان صامد وقوي أكثر. وهذا نحن اللي الاستراتيجية اللي اشتغلنا عليها كمؤسسة في أنه نعمل أساسات لهذه المؤسسة. الأساسات القوية هي تكون من خلال اتفاقيات مع الجهات الكبيرة في الدولة من الوزارات وجامعات. ففي عنا اتفاقية تم توقيعها مع وزارة التربية، وهي اتفاقية نحترمها جدا، ويعني من أهم الإنجازات أنا بتصور اللي ممكن أنه قدمناها كمؤسسة، هي هذه العلاقة مع وزارة التربية مع الطلبة مع الأطفال، طلاب الابتدائي ولا الإعدادي دائما ولا الثانوي، اللي بيكونوا أساس الفكرة الإبداع، لأنه كثير من الطلاب عم نشوف في عندهم حالات إبداعية لكن هم ملتهيين بالحالة الدراسية، فنحن حنكون لنا الشق الآخر، يعني الدولة ووزارة التربية تقوم بالشق التربية والتعليم، نحن حيكون في لنا الدور الآخر في رعاية اكتشاف واستكشاف الحالات الإبداعية عند الأطفال، وبالتالي رعايتهم وتطوير هذه الحالة إلى أن تصل إلى المكان اللي بدنا إياه. طبعا في تحضيرات كاملة وكافية مع وزارة الثقافة مشكورة، وزارة الثقافة أيضا يعني إضافة إلى وزير التربية الدكتور دارم طباع وزير الثقافة
كتير كانت متفاعلة، كتير كانت إيجابية وتعمل على هالموضوع بجامعة دمشق نفس الوقت، اتحاد الفنانين التشكيليين، اتحاد شيبة الثورة. نحن عم نحاول نبحث عن هدول المراكز وعن هذه الأسس الموجودة في الدولة، وبالتالي التشبيك معها حتى يتم الانطلاق فيما بعد الاستحقاق إن شاء الله وبداية عصر جديد في هذا البلد مع 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 فكر متجدد، أن تكون انطلاقة المؤسسة الحقيقية كعمل. الآن هي في مرحلة تأسيس، تأسيس المشاريع وتأسيس العلاقات، والعمل سيكون إن شاء الله مع الانطلاقة الجديدة لسوريا المتجددة دائما إن شاء الله يا رب. دائما بتستمر بتطور وبنجاح. يمكن كمان زمن قصير كان خلينا نقول حققتوا فيه شغلات مهمة، مبادرات أيضا خلينا نسلط الضوء عليها شوي من حضرتك دكتور، بالإضافة إلى التشبيك. يعني يمكن احنا حكينا هلأ أنه كان في تعاون من وزارة الثقافة، من وزارة التربية، وهي عمليات تشبيك مع مؤسسة مبدعون من أجل وطن، يعني عم نحقق الشعار هون نحن بهالحالة. أكيد إن شاء الله. طبعا يعني عم نقول نحن انه ما عملنا مشاريع، لكن كان في مبادرات اكيد موجوده على الارض. نعم. وهذه المبادرات نحن بالنسبه لنا لا تزال هي لا ترقى الى ما نريده، لكن ضمن الظروف المتاحه، ضمن الامكانيات المتاحه حاليا تماماً. وخلال فتره قصيره نحن اطلاقنا كان ب 3/9/2020، يعني نحن صلنا عمليا 7 شهور تقريبا تماماً. على الارض، لكن الحمد لله قدرنا نعمل شيء يعني نقول له انه ندعي انه جيد، وعلينا ان نبين هذا الموضوع. نعم. طبعا هناك مبادرات البحث عن الحالات الإبداعية عند الأطفال، كان كثير من هذا الموضوع فيما يتعلق حتى الأيتام، يعني نحن نشبك العمل الإنساني مع العمل الإبداعي، يعني مشكورة كل الجمعيات الخيرية تقوم بكل واجبها تجاه العمل الإنساني، لكن نحن هنا جزء لجنة إنسانية ضمن هذه المؤسسة. نعم. تعنى بالعمل الإنساني لكن الأساسي هو رعاية الإبداع. فصار في أكثر مبادرة حتى مع الأيتام، اسميناه صديق اليتيم، بحيث نبحث بإضافة للحالة الترفيهية والدعم المعنوي والنفسي لليتيم، أن أيضا يكون البحث عن حالات إبداعية من خلال استكشاف بعض المواهب الموجودة. نعم. عنده كان عندنا حتى مع أطفال السرطان، عندنا مع رابطة العلوم السياسية بجولات على المحافظات السورية، في نوعا ما أيضا الاكتشاف واستكشاف، هي عبارة عن حالة استكشافية دائما حتى نقدر ناخد الجهات. هلأ حاليا في ترتيبات كتير كبيرة مع وتشبيك مع مؤسسات أهلية، مع جمعيات، مع مراكز تخصصية وبحثية، مع معاهد لغوية، في أن نكون هناك حالة من العمل المجتمعي المتكامل. يعني ما يكون هو صح تخصص مطلوب، لكن مطلوب منك أيضا أن تربطي هذه الحالة مع الحالات الأخرى حتى نعطي لنفسنا القوة والقدرة على أن نستمر وعلى أن نعطي بشكل أوسع وبشكل أكبر. أكيد. طيب دكتور، يلي بيحس أنه طفله عنده شيء إبداعي أو يحس طفله مبدع، كيف ممكن يقدر يتواصل معكم؟ شو هي الطريقة الصحيحة للتواصل معكم برأيك؟ الطريقة الصحيحة هي من خلال صفحة المؤسسة الموجودة على فيسبوك، هي مؤسسة مبدعون من أجل وطن، حيلاقي صفحة متكاملة فيها أرقام هواتف وفيها رسائل ممكن يرسلها. طبعا في عندنا نحن لجان ضمن المؤسسة، لجان تخصصية أكاديمية إعلامية فنية دراما ثقافة علمية تراثية إنسانية تربوية، وهذا شيء كتير مهم. وسيكون تلقف هذه الحالات أو الطلبات الموجودة على الصفحات من خلال اللجان المختصة تقرأ هذه الحالة. ليس كل من ما هو عنده موهبة بسيطة، نحن رعاية الإبداع وليس رعاية مواهب، نحن ما رعاية المواهب، وإنما هناك حالات إبداعية بالموهبة. مثل شو دكتور؟ بكل شيء، سواء ثقافي أو علمي أو فني. الفني يشمل الدراما، يشمل الرسم، يشمل الكتابة والأدبية طبعا بنفس الوقت، الثقافة، الكتابة، الأمسيات الشعرية، أو حدا عنده ممكن هو مع التدريب وحتى الموسيقى طبعاً. يعني ممكن مثلا هو يكون عنده هالموهبة وأنتم تطوروا له هالموهبة ويصير هذا الطفل مثلا مبدع، ولا أنتم بس عم تاخذوا المحترفين يعني الصغار المبدعين؟ لا، ليس المحترف، وإنما المبدع الذي لم يأخذ فرصته. يعني مثلا على سبيل المثال عندنا اللجنة الموسيقية رئيسها، بنوجه له التحية، الأستاذ ميساك بودريان، هو رئيس اللجنة الموسيقية.
اجى حدا بيقول لك انا بالعزف يعني، بس لا عنده امكانيه يروح معهد، ما عنده امكانيه حدا يرعاه، فممكن يكون عنده هي الموهبه الابداعيه. اللجنة المشكلة برئيس وأعضاء يدرسوا هذه الحالة، إذا كانت إبداعية يتم نحن كمؤسسة يتم عرضها على مجلس أمناء، وبالتالي يتم تبنيها وتدريبها وصقلها وتقديمها إلى سوق العمل. في الدراما أستاذ مظهر الحكيم مع مجموعة من زملائنا الفنانين والرائعين أيضا يدرسوا هذه الحالة من الناحية الإعلامية، من الناحية العلمية، بحث علمي متطور. وخاصة أنا بحب ضوي معلش على الموضوع البحث العلمي كحالة، كيف يمكن، لأنه كثير من الأسئلة تجينا أنه يعني بالبحث العلمي شو بدك ترعى أنت يعني مثلا طبعا. هذا قضية الجامعة أو شغلة الجامعة، ومشكورة جامعة دمشق والجامعات الخاصة أيضا والجامعات السورية كلها ترعى هذه الحالة. لكن نحن اقترحنا حالة موجودة وأنا أطرحها من خلال الشاشة الكريمة، في أنه أن تكون الأبحاث العلمية هي حلول لمشاكل مجتمعية، وليس أن تكون مجرد بحث علمي يوضع في الدرج فيما بعد، وإنما يكون حل لمشكلة، وبالتالي تفيد البلد، تفيد الشخص المبدع الذي يقوم بالبحث العلمي، ونحن كمؤسسة أيضا نكون قد قمنا بدورنا. إذن رعاية الإبداع هي معنية باللجنة في دراسة الحالة المقدمة، سواء مشروع أو حالة إبداعية فردية، وليس فقط حالة فردية. نعم، يعني هون كمان فينا نقول انه العمل الانساني تجلى وصار واضح، لانه نحن ممكن ناخذ حالات عن جد هي ما انا بقدرتها انه تروح معاهد، حتى ما انا بقدرتها انه تسجل باي شيء، فهون نحن عملنا شيء يعني انساني جدا. إن شاء الله. دكتور بهجت، خلينا نحكي ايضا عن المشاريع القادمه. يمكن ما سنحت الفرصة أو الظروف اللي مرقنا فيها ما كانت ملائمة أو ما كانت بتساعد، رغم أنه نحن حاولنا أنه نعمل مشاريع، هل في خطط دائما؟ تطلعات المستقبل دائما هي ما بتخلص عنا، فأكيد عنا مشاريع. ما أكيد أكيد أكيد، وإلا يعني نفقد صفة الإبداع. صحيح، الإبداع هو متجدد. نعم. دائما نحن الآن في صدد التحضير، وهناك مشاريع جاهزة بدراستها أو بورقها بكوادرها، أصبحت المشاريع جاهزة، ولكن ننتظر الوقت المناسب فيما يتعلق بالوضع العام لسوريا. نعم. الآن نحن على أبواب استحقاق رئاسي وعلى تحديات مهمة، وعلى بإذن الله على أبواب نهاية أزمة، وبالتالي انطلاق سوريا الجديدة، سوريا المتجددة. نعم. وهذا الموضوع يحتاج إلى فكر ويحتاج إلى مشاريع إبداعية يجب أن تطرح من خلال الناس اللي عندها هذه الميزة في أن ترعى هذه الحالة. المشاريع أصبحت، أنا بحب أقول للجميع أنه في كتير بعض أنه يعني شو عملتوا لسه ما اشتغلتوا شيء، أتصور أنه بتخيل أنه التقييم هو دائما العمل، يعني نحن قلنا بدنا نأسس لننطلق صح، ما بدنا ننطلق وبعدين ننهار. فأسسنا الحمد لله، ولا لا يزال فترة التأسيس شغالة، لكن على المقابل تماما هناك اللجان تدرس بعض المشاريع، وهناك حوالي 4 مشاريع جاهزة دراسة وكوادرا، وتحتاج الموافقات الرسمية والبدء بالعمل في المرحلة القادمة في مشاريع على المستوى السياحي، في مشاريع على مستوى الفني والأدبي، وأيضا على المشاريع العلمية إن شاء الله. أكيد دكتور، عم نشوف نحن العديد من النشاطات اللي عم تقوم فيها، يعني ما شاء الله كتير، يعني خلال فترة كتير قصيرة. دكتور خلينا نحكي عن شيء كتير مهم، خلينا نحكي عن اللجان الموجودة معك، نتعرف عليهم بشكل أكبر. أكيد بنوجه لهم تحية اليوم. أكيد بوجه تحية لكل كوادر مؤسسة مبدعون من أجل وطن. نعم. على رأسها طبعا اللجان الأكاديمية اللي هي حتاخذ الدور الأكبر. نعم. في تقييم كل الحالات التي ستأتي. لدينا لجنة علمية. نعم. وبرئاسة الدكتورة هالة شاهين، دكتورة بكلية الصيدلة. في عنا وعضوية مجموعة من الأساتذة في عدة كليات. عنا اللجنة الأدبية برئاسة. نعم. الأستاذ سمير مطرود. اللجنة الإعلامية برئاسة الأستاذ مصطفى المقداد. اللجنة الفنية أو الدراما برئاسة مظهر الحكيم. نعم. ومجموعة لجان أخرى والإنسانية تامر بلبيسي. بدورنا منوجه لهم تحية، ومنوجه لك تحية الأكبر يعني دائما دكتور بهجت على هل خلينا نقول هالعائلة الجميلة
جميلة، مؤسسة مبدعون هي عائلة جميلة، نحن ضمن تغطياتنا شعرنا بهذا الشيء. بدنا نشكر كثير وجودك معنا، ونشكر المعلومات اللي قدمتها، وإن شاء الله بيكون لنا وقفات ثانية بمشاريع على قيد هيك التنفيذ. شكرا لك. شكرا لكم، بس مشان معلش ما تفضل تفضل. لكن اللجنة التربوية أيضا ومهمة جدا برئاسة الأستاذ عهد الكنش، أيضا هي كأن من ضمن اللجان الموجودين. فشكرا لكم، شكرا لكل كوادر مؤسسة مبدعون، شكرا للإخبارية السورية دائما هي بتكون عم تواكب. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا دكتور، وأكيد نحن بنوجه لهم تحية وناطرين إنجازاتكم أكيد، ونشوفك بحلقات قادمة. هلا يا سالي صار الوقت لننتقل لغرفة الأخبار لمتابعة آخر الأخبار السياسية بسوريا والعالم مع زميلتنا مشلين عزيزي. سعد صباحك يا مشلين. صباح الخير تمار، صباح الخير سلمى، صباح الخير لضيوف، صباحنا خير. الموجز بعد الفاصل. أهلا بكم. تسلمت المحكمة الدستورية العليا صندوق التأييدات الخطية من مجلس الشعب، والذي يحوي التأييدات التي منحها أعضاء المجلس للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية. وأكد رئيس المحكمة محمد جهاد اللحام أنه بعد استلام صندوق التأييدات الخطية من مجلس الشعب ستقوم المحكمة بدراسة كل طلبات الترشح والبت بها خلال المدة القانونية المحددة بخمسة أيام. أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور بشار الجعفري أكد ضرورة رفع الإجراءات الاقتصادية الغربية القسرية غير الشرعية المفروضة على سوريا. وأشار الجعفري إلى أن الإرهاب الاقتصادي والمالي الذي يمارس على سوريا اليوم لم يتجلى فقط بشكله الحالي من خلال الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، بل بدأ منذ الأيام الأولى للحرب الإرهابية التي شنت على سوريا. أقدمت ميليشيا قصد على اختطاف عدد من المدنيين في عدد من القرى بريف الحسكة الجنوبي. ذكرت مصادر أهلية من ريف الحسكة الجنوبي أن الميليشيا شنت حملة مداهمات طالت منازل في عدد من القرى بمنطقة تيومين الواقعة قرب الحدود السورية العراقية، واختطفت عددا من المدنيين واقتادتهم بقوة السلاح إلى جهة مجهولة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين في القدس المحتلة. وذكرت وكالة وفاء أن قوات الاحتلال اعتدت على الفلسطينيين في ساحة باب العمود المؤدي إلى المسجد الأقصى، واعتقلت عددا منهم، كما اعتدت على شابين بالضرب قرب حاجز قلنديا شمال القدس قبل اعتقالهما. نهاية الموجز، عودة إليك سمر. كتير يا مشلين. وهلا سالي وين؟ رح هلا سالتيني انت من شوي اذا بحب الامر الدين، هلا انا بدي اسالك، انت بتحبي المعروك؟ اكيد كتير بحب المعروك، يعني بنطر شهر رمضان لكل يوم اكل معروك. صحيح، المعروك هو من مو بس من طقوس رمضان، هو اكله كتير طيبه، وهلا صارت باشكال متعدده. عم نشوف معروك باللوتوس، وعم نشوف معروك بالشوكولا بكل انواعها. تتميز المعروكه بانها وجبه صحيه غنيه تشهد اقبال كبير من الاهالي على شرائها، فهي الاكله الشعبيه الرمضانيه الاولى. كعكه المعروك، وهي تعد من اهم الاصناف الحلويات يلي لازم تتواجد بعد مائده الافطار بالشهر الفضيل. لها انواع كثيره مثل ما ذكرنا، ولها طريقه تحضير راح يتم تحضيرها بالمطبخ الحلبي. تفاصيل اوفى مع مصطفى كوسا مراسلنا بحلب. تعتبر كعكة المعروك من أهم الأصناف على مائدة الإفطار في الشهر الفضيل، ولها أنواع عديدة تختلف في طريقة تحضيرها، وتتميز بأنها وجبة صحية غنية، حيث تشهد إقبالا كبيرا من الأهالي على شرائها، فهي الأكلة الشعبية الرمضانية الأولى. هذا الشهر حصرا يعني الشيء الاساسي اللي متعودين عليه دائما من طفولتنا، اننا ماده المعروك هي ماده اساسيه بدنا نجد على سفره رمضان، وبنكون متبارك فيها وبنحبها الصغار والكبار. المعروك المدرنة اللي بنشغل اساسا على الحجر قبل تواجد الافران الاليه والافران العصريه الموجوده حاليا. طبعا هذا المعروك بياكل شغل وفيه تعب طبعا، وله شغل يعني بده يكون في عندك خبره، لان هي بياخذ نصف تحضير
من الخميري، ما بياخذ خميري كاملي، واكله كثير صحي وكويس وكثير مطلوب بشده في سوريا، ولكن بده حصرا فرن حجر. المعروك الثاني هو المعروك الدارج باصنافه المتعدده، مثل البريوش، معروك بعجوي الاصابع، المعروك المحشي، محشي بشوكولا، محشي بجازلند، محشي مثلا بالموز. طبعا هذا اول شيء لازم نختار نوعيه الطحين يتناسب مع المعروك، المعروك اللي بيخضع لنظام الشوي الالي والتخمير الالي. الطحين بيكون مثلا اكسترا بيخلط بنسبه زيرو مثلا ما بين 20-80%. اول شيء نضيف السكر، بعد السكر نضيف الحليب البودرة، الحليب الناشف اللي بيكون قليل الدسم، ما بصير يكون كامل الدسم، فنضيف عليها شوية يانسون، شوية شمرة تتناسب كمان مع الكمية، ونخلطها بالإضافة لشوية محلب خفيف، وندخله بنظام التخمير، ونحطه بالمخمر ليبلغ مستوى معين من الحرارة، بيبين علينا إن لا اختمر العجين، أخذ حد معين، فلازم نسحبه، بعد ما نسحبه لازم نبلش شويه. طبعا هو شهر فضيل وفي تنافس، تنافس في الأسعار، تنافس في التصنيف، هذا الشيء رح نحبزه ونشجعه للجميع طبعا يعني. طبعا والأكل يعني سر الأكل هو الطعم والتعامل الطيب والنفس الطيب. هدو محال مبيع المعروك والبسطات الجوالة إقبالا كبيرا قبل موعد الإفطار في ظل ارتفاع الأسعار الكبير لباقي الأطباق لشراء هذه الأكلة التراثية. للإخبارية السورية مصطفى كوسا، ريف حلب. بفقرتنا الأخيرة لليوم حنحكي عن القمر العملاق، الحدث الفلكي اللي اكتسب ضجة كبيرة في الأيام الماضية. ما هو وما تأثيراته وما أبرز الظواهر الفلكية المقبلة؟ أكيد أمور رح نتعرف عليها مع الدكتور محمد العصيري رئيس الجمعية الفلكية السورية. يسعد صباحك دكتور، وأهلا وسهلا فيك. صباح الورد سمر، صباح الخير، صباح الورد سالي، يسعد صباحكم، كل عام وانتم بخير يا رب. يعني هيك احنا قربنا من النصف الثاني من شهر رمضان المبارك. عجبنا عن لقائنا الاول، يمكن كان بدايه شهر رمضان كنا ناطرين نرصد القمر والهلال، يعني تماماً. كيف هيك مرق الوقت؟ سبحان الله. على فكرة ولو يعني دخلنا مباشرة بقصة ليش بيمرق الوقت بسرعة؟ لأنه نحن صار عنا شيء اسمه الذاكرة العشوائية، وذاكرة الإنسان عم بسرعة كبيرة عم تخزن المعلومات، وبالتالي نحن شلون نحن بنحس حالنا الوقت عم يمضي؟ لما نشوف شيء نحن متذكرينه، فحياتنا صارت عبارة عن كتلة من الذكريات المتتالية. هي الذكريات عم تتواتر نفسها، لما عم تجي نفسها عم نحس أن الوقت عم يمضي بسرعة. هذا شيء فعلي، يعني هي نظرية علمية حديثة عم تحكي ليش الإنسان بهذا القرن أو بهذا العصر عم يحس أن الوقت عم يمضي أسرع من أجدادنا. يعني إذا نسأل أجدادنا كيف كانوا يمضوا الأيام عندهم، بيقولوا لنا أنه كانوا مبسوطين، كان في بحبوحة بالوقت، في نحن بنقول لهم يا الله شو بالمصاري. تماماً بنقول لهم عم يمضي بسرعة لأنه صار عندنا مواقع تواصل اجتماعي بتكرر لنا هالتخزين هالذكريات هاي، فمنحس أنه نحن الشيء اللي شايفينه شفناه قبل، وبالتالي بتواتر الذاكرة بسرعة كثير كبيرة، فمنشعر أنه الوقت عم يمر أسرع. وكل ما كبرنا بالسن كل ما بيمضى الوقت أسرع، وهيك أيضا نظرية فيزيائية، كل ما ازداد عمرنا بنحس الوقت عم يمضى أسرع وأسرع. نعم. عشان هيك دائما الطفل بيقول أمتى بيصير كبير، بس يصير كبير يا ريت نرجع طفل. عن جد عن جد الكل هيك. الدكتور خلينا نحكي عن القمر العملاق، القمر الوردي، وخلينا نحكي عن تأثيراته. بهذاك اليوم مثل ما حكينا تحت الهواء كثير من الأشخاص كانوا معصبين، كانوا متوترين، خلينا نحكي عن السبب الحقيقي لهذا الشيء كمان. تمام. بالفعل سمر ب 27 نيسان صادفت ظاهرة فلكية جميلة جدا اللي هي وصول القمر لأقرب نقطة للأرض خلال شهر نيسان اللي اسمه الحضيض القمري. بيكون القمر عم يدور حول الأرض، بيصل لأقرب نقطة له اللي هي على بعد 357,000 كيلومتر، متوسط بعد القمر 384,000، يعني قرب تقريبا 20,000 كيلومتر، وبالتالي ظهر بسمائنا بحجم كبير اكبر ب 14% من حجمه، طبعا ظاهريا من حجمه الحقيقي، والمع اكثر اضاءه بنسبه 30%، وبالتالي ظهر كقرص واضح التفاصيل. يلي رصد القمر شاف التفاصيل، الجبال والوديان، وحتى الصور يلي وصلتنا، يعني الناس يلي عم تتابعوا وتصوروا فاستمتعت فيه تماما، كانت ظاهره فلكيه جميله جدا. هذه الظاهره، ظاهره القمر العملاق، هي ظاهره ناتجه عن دوران القمر حول الشمس بمدار اهليلجي يكون فيها القمر باحدى حالاته باقرب نقطه للارض. كنا عم نحكي تحت الهواء انه نحن داعينكم لزياره على المرصد الفلكي السوري لمتابعه جماليه
هذا القمر بتلسكوبات. طلعنا على الهواء قبل ما قلت لكم امتى الموعد. الظاهره الثانيه، الظاهره الثانيه هي القمر الاجمل اللي هو العملاق ايار. نحن سنشهد ثلاث اقمار عملاقه تماما تقريبا بالضبط 26 ايار. حنشهد بنيسان بايار بحزيران، نيسان مر، الاجمل ب 26 ايار بالضبط، 26 ايار ذكروا هذا التاريخ. وقتها حيكون القمر اقرب من نيسان، يعني حيكون واضح اكثر، جميل اكثر برونقه، بس ما اسمه الورزي. بعد منا بيجي بحزيران بيكون بلش يبتعد. نعم. ما بيكون برونقه، ليش؟ لانه هو عم يدور اهليليجيا نقطه 2 3 وبرجع ببعده. فانتم مدعوين ب 26 ايام بيكون القمر كبير وواضح. هلا في مفارقه، كثير ناس شافت القمر العملاق انبسطت، اتصلت فينا، تواصلت معنا، تحمل هالموبايلات بتصورها بيطلع القمر صغير بالموبايل. السبب انه الموبايل ما بيقدر يعمل فوكس على كميه اضاءه مثل هي، وبالتالي بتظهر الصوره كثير صغيره. القمر العملاق ظاهره شهدت اقبال بكثير دول العالم. خلينا نحكي بصراحة، نحن سلطنا عليها الضوء بشكل علمي لسببين. السبب الأول بدنا نشوف تأثيرها، يا ترى هل هناك ارتباط ما بين القمر العملاق والزلازل؟ كثير في كلام بيقول إنه في ارتباط ما بين القمر العملاق والزلازل، حتى اليوم ما في أي إثبات إنه هناك ارتباط ما بين القمر العملاق والزلازل. الزلازل هي كارثة أرضية ما لها علاقة نهائياً بالقمر العملاق. الظاهرة الثانية كنتوا عم تحكوها تحت الهواء أيضاً، كنا عم ندردش فيها، إنه تأثير هذا القمر العملاق على حالتنا النفسية. كثير حكينا سالي سمر عن موضوع المدو الجزري بيمارسه القمر، فإذا كان بدر هذا المدو الجزري أقوى، وبالتالي بدر وعملاق وإنسان 70% منه سائل، فهذا المدو الجزري بيمارس على الإنسان بشكل كتير كبير. فبيشعر الإنسان بحالة هيك توتر، عصبية شوي، يعني ما له مرتاح. هلا كنا عم نحكي عن الحالة أنا وسمر، وأنت يعني دكتور يمكن بهذا الوقت حسيتي في توتر، فكي على قرنة كان فيها توتر، وعن جد أحيانا الأحلام بالليل بتلعب كتير دور باكتمال القمر. خلينا نحكي عن يلي هيك توتروا وقلقوا شوي بالليل، صار عندهم هيك شوية خفقان بالقلب، أحيانا نأذوا إن شاء الله ما حدا بينقذ إن شاء الله. صح كلامك دقيق تماما. السبب بكل بساطة أنه ضغط الدم، القلب بيضخ دم، فلما يكون القمر بدر بيسحب هذا الدم، فالقلب بده يتسرع اكثر، بده يحاول يسرع اكثر ليعوض هذا السحب اللي عم يصير بسبب القمر للدماغ. هذا السحب عم يسبب زياده في الاكسجين للدماغ، هذا الاكسجين الانسان بده يلاقي حل. عشان هيك المستذئبين القمر بدر. صحيح. كمان بوجه له الاستاذ رامي بداوي تحيه. السنافر، اذا نتذكر السنافر انت بيطلعوا بالقمر العملاق الازرق. هلا نحن قمر عملاق وردي، ليه يطلعوا سنافر ورديين؟ طبعا الالوان هي افتراضيه وليست حقيقيه. فهذا السحب، هذا الاكسجين اللي بيتوارد على الدماغ بده يحرق الانسان. فكيف بيحرقوا؟ يا اما بيتوتر زياده وبصير حاله من حالات الاستذئاب، يعني العصبيه الزايده، هن بالغوا فيها طبعا بافلام الخيال العلمي وقالوا استذئاب، هي عصبيه زياده، توتر زياده. او في ناس ثانيه بتلاقوها كسلانه كثير، بدها تنام، خمول. خمول هي العباره الصحيحه، بدها تنام، بدها ترتاح، مو قدرانه تعمل شيء. فعلا نحن لمسناها وشاهدناها ووثقناها. حتى في بعض الدول لما كان القمر العملاق وثقنا انه بتزيد دوريات الشرطه بالحوادث السير، العمليات السرقه، في بعض الدول فعلا وثقت هذا الشيء، وعندنا دراسات تؤكد انه صار في زياده بمعدل الجريمه باكتمال القمر العملاق. السبب برجع بقول توارد الاكسجين للدماغ. الافضل بهيك حاله مرتاح، بنحاول نشرب سوائل كثير مثل ما بيقولوا، في امور طبيه الاطباء هن اشطر مني فيها. بيقولوا الفريز، ما بعرف سمر شو رايك، بيقولوا الفريز بيهدي الاعصاب. ما بعرف، كل واحد انا بحس حسب مشروبه المفضل، مثلا انا القهوه مثلا بشربها قهوه ولا رايقه. تمام، انا اللبن كثير بيهدي الاعصاب، ممتاز اللبن. لبن يعني بهيك اوقات صلاه تومه يعني تماما كثير بيعالج الموضوع، فعلا مع تومه بيعالج الموضوع تماما. فانا اللبن كثير ميال له. صح. فاجت ظاهره القمر العملاق، يعني احيانا بيحدث ظواهر مرتبطه ببعضها. ظاهره القمر العملاق اجت باليوم اللي توفى فيه مايكل كولينز. مايكل كولينز هو عراب مهمة الفضاء أبولو 11 اللي ننزل فيها أول إنسان على سطح القمر، نيل أرمسترونغ. مايكل كولينز وصل رفقاته نيل أرمسترونغ وألدون ألدارين أو باز ألدارين إلى القمر، ويا حرام ضل عم يدور حول القمر وهو عم يشوفه نازلين على القمر، وأكيد بيكون هيك كان تماما، هن النازلين وهو عم يدور يستناهم ورجعهم. للأسف الشديد من يومين توفى مايكل كولينز بسبب معاناة مع مرض السرطان، ووفاته
بيوم وفاته نشر بعض القصص الطريفة جدا عن مهمة أبولو 11، هذه المهمة اللي الناس كلها دهشت بوضع أول قدم إنسان على سطح القمر. من المفارقات اللذيذة اللي حابب هيك أذكر لكم إياها أنه لما وصل أول إنسان على سطح القمر كلنا متخيلين أنه وصل بسهولة وهدوء وصف والله المركبة طفاها نزل هالسلم ونزل وتمشى لا 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 مو بهالبساطة. لما وصل نيل أرمسترونغ والدارين إلى القمر نزلوا على صخرة فمالت المركبة وصار فيها عطل، فلما صار عطل انكسر أحد الأزرار اللي هي مسؤولة عن إعادة إقلاع المركبة. وقتها باللحظة هبوط على القمر ما كان أرمسترونغ راي اللي يقول خطوة صغيرة للإنسان خطوة جبارة للبشرية، لا 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 كان معصب متوتر، نحن صار عندنا مشكلة شو بدنا نعمل، حاولوا يصلحوا المشكلة. قضوا 3 ساعات من أصل 4 ساعات بمحاولة تصليح المشكلة وفشلوا بتصليح المشكلة. وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة. قبل الرحلة هي تمام 100% يعني قبل الرحلة كان في زوجته لألدن ألدارين، كان في مشكلة بين ألدن ألدارين ووكالة الفضاء الأمريكية ناسا أنه كان هديته زوجته ألم معدني وكاتبة عليه اسمه حافرة عليه اسمه، فقالت له ألدن ألدارين أنت رايح ما بنعرف إذا ترجع ولا لا، فأمنيتي تأخذ هذا الألم معك. فراح ألدن ألدارين لوكالة الفضاء قال لهم بدي أحمل ألم معك، لا يا ألدن ما بصير تأخذه معك هذا وزن زايد على المركبة، قالوا له كله بضع جرامات ابدا محسوبه بالجرام المركبه، لكن مرقولنا اياها هديه من زوجتي ما في مجال شعب. ما رضيوا وكاله الفضاء. قامت اذت زوجته خيطت له بايد البدله جيب خفي وحطت له الالم فيه بدون ما يشعر ألدن ألدارين. لما وصلوا للقمر وصارت هالمشكله دوروا على اي قطعه معدنيه يعملوها مكان الزر اللي انكسر، عجزت وكاله الفضاء الامريكيه ناسا انه تلاقي اي حل بديل تماما. فطرحوا انه موضوع يعني صاروا يسالوا عائله الرواد فضاء بتكون بالمحطه محطه التحكم، فاجت اعترفت زوجته قالت له يشق الجيبه بيلاقي فيها قطعه معدنيه هو الالم، وفعلا اليوم باعوا الالم ب 3 ملايين دولار سعر مناسب لانقذ مهمه فضاء، لولا هذا الالم ما كانوا قدروا يرجعوا للارض، يعني هي المهمه كانت فشلت تماما، تخيلوا يعني فشلت تماما. طبعا نزل نيل أرمسترونغ ضل ربع ساعة عم يتفتح على سطح القمر لحتى تأكد انه سطح القمر سليم ما في اي شيء مضر، بعدين نزل ألدن ألدارين تصوروا واخذوا اول صورة سيلفي بتاريخ البشرية، هي السيلفي اللي نحن اخذوها، رجعوا بعدين رجعوا لعند مايكل كولينز واللي رجع على الارض، وكانت رحلة فعلا تترخ. بنرجع للقمر العملاق، القمر العملاق بيرتبط بالرحلة، وكالات الفضاء بتحدد مواعيد رحلتها ارتباطا بالقمر، يعني افضل وقت لانطلاق مهمات الفضاء لما يكون القمر سواء بدر او بمرحله الاحدب الاول او الاحدب الاخير. نعم. ومشان هيك لاحظنا انه لما كان القمر العملاق انطلقت اكثر من مهمه الى الفضاء، منها اول مهمه صينيه لبناء محطه الفضاء الصينيه اللي رح تنطلق عام 2022، يعني الصين اليوم امام انجاز غير مسبوق اللي هو محطه الفضاء الصينيه، صينية على الحل، يعني ما في حدا معه، مو مثل محطة الفضاء الدولية. نعم. الصين على الحل، متوقع عام 2022 تنطلق محطة الفضاء الصينية. أيضا انطلقت مهمة رواد فضاء أو سبيس إكس للالتحام بمحطة الفضاء الدولية، في الأول طائرة هليكوبتر اليوم على كوكب المريخ عم تطير درون هليكوبتر، قدروا العلماء يوصلوا طائرة درون هليكوبتر على كوكب المريخ لتصور المريخ وأرض المريخ من سماء المريخ. حلو. ولاحظنا كيف أن سماء المريخ وردية بسبب طبعا انه غلافه الجوي رقيق جدا. هون خلينا نحكي عن القمر العملاق او القمر الوردي، في صور كثير نزلت انه هو القمر وردي، بس بنفس الوقت نحن كاشخاص شفناه هو قمر عادي ما دخله باللون الوردي، خلينا نحكي شو الصح برايك. تمام، هلا هو قمر عملاق. تمام. قمر عملاق، اما ليش سميه وردي؟ لانه مثل ما بتذكرون نحن دخلنا الربيع، ولما دخلنا الربيع الازهار بتبلش تتفتح، ففي زهره اسمها فلوكس، زهره معينه لونها وردي، يرتبط يعني ربطوا الحضارات السابقة ظهور هذه الزهرة تحديدا لما يكون القمر بدر وعملاق، فأول بدر عملاق بالربيع يسمى القمر البدر الوردي لأنه بيجي معه زهرة الفلوكس الوردية، فارتبطت وجود هذه الزهرة الوردية الجميلة بوجود القمر العملاق، فهو ما له لون وردي، يعني ما في أي لون، يعني مثل قمر السنافر الأزرق ما في لون أزرق، هو قمر الصيف العملاق الصيفي لما بيجي بالصيف حصادين. مواقع التواصل الاجتماعي ليش صورته وردي؟ يعني تلاعب بالألوان يعني فقط مشان هي أعطينا نحن
المعلومه الصحيحه. هلا عن جد انا شفته وردي سمر، يعني انا وقتها قلت معقول انت شفتيه انت وقت الشروق تماما اول لا شفته على الفيسبوك. لا على الفيسبوك, على الفيسبوك شفته وردي، لانه وقت الشروق تمام بيكون قريب من الغلاف الجوي، بيظهر باللون الاحمر وليس الوردي، لانه بيكون في تلوث، طبقه التلوث يلي بتحيط بالارض فبيعطي لون، بيسقط لون الاحمر على القمر. نحن بنعرف دائما بشروق او غروب القمر دائما بيطلع باللون الاحمر، حتى الشمس لما تشرق وتغرب بيكون لونها ميال للاحمر بسبب ظاهره الانكسار والانعكاس بالغلاف الجوي، ليس ظاهره ترتبط بالقمر او الشمس، بس يطلع لكبد السماء ببلش لونه يرجع للونه الطبيعي الرمادي هيك الجميل جدا بالوانه الجميله، يعني لونه هو مثل لون رماد الفحم. هو القمر على فكره مثل رماد الفحم، يعني ملمسه تربه القمر ملمسها وطبيعتها مثل رماد الفحم الرماديه هيك ناعمه مثل البودره، ظريف جميلة جدا، طبعا في صخور لكن هيك الملمس الناعم لها. فإذا وردي ليس وردي لكن بسبب ارتباطه بظاهرة ظهور الورد الفلوكس. تمام، خلينا نحكي دكتور عن أبرز الظواهر الفلكية القادمة، خلينا نحكي عنها. هلا حكينا عن القمر القادم العملاق هو جاي، لكن هلا عندنا ظاهرتين، الظاهرة الأولى الآن بدأت ممكن متابعتها لكن انصح بمتابعتها بعد 3-4 ايام تكون اوضح. مع نهايه شهر رمضان المبارك راح يشوفوا المشاهدين الكرام القمر خلينا نقول على السحور، بعد ما يتسحروا يغسلوا اكلاتهم ياخذوا ديتين نظر الى السماء، حيلاحظوا القمر بشكل واضح وقدامه على يمينه لون نجمه برتقاليه، هي مو نجمه هي كوكب زحل امير الحلقات، وعلى يساره شيء متالق يلمع بشدة هو كوكب المشتري. القمر ما بين زحل والمشتري في اقتران رائع جدا جميل جدا، وبنقدر نشوفه بالعين المجردة، نطلع أطفالنا نقول لهم هذا زحل أمير الحلقات بحلقاته الجميلة بتدور حوله، وهذا كوكب المشتري يلي هو الألمع، يعني واضح أنه هو الألمع، هو أكبر كوكب بالمجموعة الشمسية، الكوكب الضخم، وهذا القمر عم يتناقص الآن باتجاه نهاية شهر رمضان. منظر جميل جدا جدا، يعني ممكن تأمله بالعين المجردة خاصة مع ساعات الليل الأخيرة قبل الفجر قبل شروق الشمس، واضح معنا وبيعطينا تفاؤل كثير حلو، يعني لما نطلع عليهم كيف هيك لؤلؤتين بالسماء وبيناتهم الهلال. فهي أحد الظواهر. في ظاهرة ثانية هي التدلويات، هطل شهابي أيضا بنهاية شهر رمضان مبارك بنهاية نيسان وبداية أيار، ناتج عن بقايا مذنب هالي يلي مر عام 1986، هذه البقايا بتشكل هطل شهابي خفيف اسمه إتا الدلويات، أيضا من الظواهر الفلكية المميزة جدا اللي نحن كمان مرتقبينها، وخاصة نحن عم نلاحظ أنه السماء صافية وواضحة وفينا نحن نتأمل هالظواهر هي بسهولة. حلو. ما لنا بحاجة أي أجهزة، ما بدنا تلسكوبات. لا ما بدنا. طيب دكتور خلينا نحكي، ما في تأثيرات يعني سلبية خلينا نقول من لا أبدا، وعم نشهد يعني يمكن خلال هالشهر أو الشهرين كثير يعني ظواهر فلكية، هل هذا الشيء بيعود لشيء معين نحن سبق معنا أو يعني دائما؟ حلو. فعلا الناس كثير عم تسألني هذا السؤال تحديدا، برافو عليك سالي، أنه موضوع التواتر، يا ترى شو سبب التواتر؟ هل اقتربت نهاية العالم؟ هل في خطر جرم سماوي؟ وخاصة أنه لا حتسمعوا أنه في جرم سماوي رح يقترب من الأرض، في نيزك رح يقترب من الأرض، هذا مو صحيح، بيدي في عرض. السبب سالي هي اهتمام الناس. السبب اهتمام الناس زاد بعلوم الفضاء والفلك بكل دول العالم، هالاهتمام الزايد دفع وسائل الاعلام ايضا الاهتمام الزايد بالاحداث الفلكيه، فسلط الضوء اكثر على الظواهر الفلكيه وتاثيراتها، مع تطور العلم صار يندرس تاثيرات الظواهر الفلكيه على الارض على الانسان على كل هالقصص هي، الزياده بالاهتمام خلت تواتر الاحداث الفلكيه تظهر، هي القمر العملاق كان موجود في السابق ووثقته الحضارات كلها على مر التاريخ، لكن ما كانوا يشهدوه مثل ما نحن نشهده، بهالاهتمام بهالمتعه بوجود التقنيات التكنولوجيا، فاذا هي الفكر فعليا ليس زياده في الاحداث انما زياده في تسليط الضوء على هذه الاحداث. صدقيني سمر سالي ايضا عم نشهد زياده باقبال الناس، يعني كنا نحن مثلا لما نلتمس هلال او نرصد هلال يجينا 20-30 شخص يشاركوا معنا، هلا عم يجينا بالمئات، لما القمر العملاق صدقيني مئات الصور، لدرجه انه اضطرينا نحن نعمل مسابقه من اجمل صوره حتى ننشرها على موقعنا، لانه صار في عدد كبير من الناس مهتمه، وهذا شيء كثير ايجابي وكثير جيد وكثير صحي، لانه نحن بالنهايه مرتبطين بهذا الكون، جزء من هذا الكون الجميل، وحلو كثير انه نرتبط بالاحداث الفلكيه ونتابعها ونشاهدها، لانه كثير بتعطينا راحه نفسيه، بتعطينا تفاؤل، صحيح. وبتعطينا تامل لشيء نحن مرتبطين فيه. فكثير حلوه هالظاهره. اكيد دكتور، شكرا لك، شكرا لوجودك معنا، وبنشوفك اكيد بحلقات قادمه. الله يخليك سمر.
بشكل عام. وانت بخير استاذي سمر، يسعد صباحكم يا رب. شكرا دكتور محمد، وكل عام وانت بخير. ان شاء الله يا رب دائما مرافقنا بالشغلات الايجابيه، ودائما يمكن نحن مرتبطين بهالكون ايضا بالكواكب المحيطه فينا، ممكن تاثر علينا احيانا ايجابا خلينا نقول اكثر من سلبا. نورت صباحنا واهلا وسهلا. شكرا لك سالي، يسعد صباحك. واكيد سالي لهم نكون وصلنا لختام مشوارنا الصباحي لليوم. انطرونا بكره على الساعه 10 من هون لوقتها، تبقوا بالف خير والى اللقاء، ونهارك سعيد يا سالي. نهارك سعيد سمر. يعني اليوم كانوا فقراتنا متنوعه وعديده، ويمكن مساحه من الوقت ان شاء الله تكونوا قدرتوا مشاهدينا تستفيدوا منها. بدي اتمنى لكم نهار جمعه مبارك وصيام مقبول وافطار شهي. باي باي.